في كل وقت، وانت واقف وانت قاعد وانت نايم، حتى لو انت نايم اذكر الله. زين، واحد يقول شلون انا نايم اذكر الله؟ ما يصير. نقول ليش ما يصير؟ يصير. مثلا يوم من الايام، اسمع هذه، يوم من الايام سلمان المحمدي، سلمان منا اهل البيت، سلمان وما ادراك ما سلمان بعد، سلمان الفارسي المحمدي، هذا الرجل العظيم، تعرفون هذا الرجل من اهالي خوزستان، من اهالي ايران خوزستان، يعني في منطقه يسمونها رام هرمز، بعيده عن المحمره عن بلدنا تقريبا مسافه قصيره، زين، يعني حتى من البصره مسافه قريبه، اسمها رام هرمز. هو اسمه قبل ان يصير سلمان كان اسمه روزبه، زين، وتوفي وله من العمر 240 او 250 او 260 سنه على خلاف الاراء الثلاثه. لما التقى برسول الله سأله النبي عن اسمه، رب سائل عن أمره وهو عالم، النبي يعرف شنو اسمه بس يسأله خاطر الناس تسمع، قال له ما اسمك؟ قال له اسمي روزبة، قال له اسمك سلمان، فسمي ماذا؟ سلمان. وما قال رسول الله في حق أحد منا أهل البيت بس لسلمان، ماكو سلمان منا، بس سلمان منا أهل البيت، حتى قال رسول الله عنه لا تقولوا سلمان الفارسي وقولوا سلمان ممن علمه علي بن أبي طالب علم المنايا والبلايا. سلمان، سلمان وما أدراك ما سلمان، سلمان المحمدي، هذا الرجل العظيم قاعد مع النبي في مسجده. قاعد نتكلم عن من؟ عن ذكر الله في كل الأحوال، مو لولا مو تنسون، قاعد مع النبي بالمسجد، وهالجماعة هم قاعدين يم النبي، كلها قاعدين يم النبي. فالتفت النبي إلى أصحابه قال من منكم يختم القرآن في كل يوم مرة؟ ياو يختم القرآن باليوم مرة، ما حد حكى. قام سلمان قال له أنا يا رسول الله. قال له أحسنت يا سلمان، أكو واحد من القاعدين التفت إليه قال له يا رسول الله أظن أن سلمان كاذبا كذب. قال له ليش؟ قال له يقول أختم القرآن في كل يوم مرة وأراه في طيلة يومه يتكلم بغير القرآن. النبي ما رد عليه، سكت. سأل السؤال الثاني رسول الله، قالهم من منكم يختم الدهر أو يصوم الدهر بأجمعه؟ ياهو اللي يصوم الدهر بأجمعه، ما حد حكى، كل السنة صايم. قام سلمان قال له أنا يا رسول الله. قام زلمتنا قال له هذا يا رسول الله كذاب، هذا كذب. قال له ليش؟ قال له يقول أصوم الدهر وأراه في نهاره يأكل ويشرب، رأيته بعيني هاتين. النبي هم ما رد عليه، هم ما حكى وياه. سأل السؤال الثالث، قال لهم من منكم يقوم الليل عبادة وتهجدا إلى الصباح؟ قام سلمان قال له أنا يا رسول الله. قام هذا قال له هذا يكذب يا رسول الله، يكذب هذا. ليش بويا؟ قال له يكذب لأنه أراه ينام في ليله، بالليل أشوفه نايم ويقول أنا ظل قاعد. النبي بعد خطى قلبه بعد ما يتحمل، قال له سله، سل أبا عبد الله، سل أبو عبد الله، ياهو هو سلمان، سل أبا عبد الله. طبعا سلمان كان هيكل جثل، ومن يلبس هدومك صار يسيرن عليه، شي هيكل هدومك صار يسيرن. ولما أجا في أوائل حياته مولاي ظل ينام في ظل الأشجار والبيوت، ما بنى له بيت، اتبرعوا له يبنوا له بيت ما قبل، ظل ينام تحت ظل الأشجار، إلى أن جاء له واحد قال له يا سلمان أنا أريد أن أبني لك بيت من عندي. رفض سلمان مرة مرتين، صار عليه قال له نعم تبني بيت كما أريد. قال له كيف تريد؟ قال له أريد بيتا ألا أرفع قامتي، يعني كون ما أوقف هيك منتصب رأسي طق، هو أم هيكل، ولا أمدن رجلي، من نام كون رجلي أم ما ينمدن. شو الزهد، زهد سلمان بعد هذول أصحاب علي هذول مولانا سلام الله عليه. وبالفعل بنى له بيت قصير البيت، ها، وكذلك من ينام ما يفتح رجليه. الشاهد قال له سله، سل أبا عبد الله، سل سلمان. قال له أسألك يا سلمان. قال له سل. قال له تقول أنك تختم القرآن في كل يوم مرة وأنا أراك في طيلة يومك تتكلم بغير القرآن. إيش قال له؟ اسمعوا هاي، اسمعوها اخواني، فضيلة، فضيلة، لو كانت فضيلة لغير علي شاكلها،
قبلت، بس لأنها لي علي ما يقبلون. قال لي هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: يا علي، إن مثلك في أمتي كمثل قل هو الله أحد في القرآن، ألا فمن قرأها مرة فكأنما ختم ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما ختم ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن من الدفة إلى الدفة. يا علي، من أحبك بلسانه فقد كمل ثلث إيمانه، ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل ثلث إيمانه، ومن أحبك بلسانه وقلبه وجوارحه فقد كمل إيمانه. يا علي، لأن علي هو الإيمان بنفسه. علي هو الإيمان بنفسه. وأنا كل يوم أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، أختم القرآن. وهي وصية، هذه بالليل ليلية إخواني، ليلية أقرأ قل هو الله أحد قبل المنام ثلاث مرات. هاي وصية أنا منذ صغري أعمل هذا العمل مولانا، منذ الصغر. إذا ما تقدر تختم القرآن ليلية، اختم القرآن قبل لا تنام ثلاث مرات، قل هو الله أحد، الله وكيلك، حتى ما تأخذ دقيقة منك تخلص بسرعة. واضح حبيبي؟ زين. قال له أحسنت يا سلمان، اخبرني عن السؤال الأول. الثاني قال: وهو قال له: أنك تصوم الدهر بأجمعه، وأنا أراك في نهارك تأكل وتشرب. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صام الشهر بأجمعه، وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام فكأنما صمت الدهر. خلاص، ليش؟ لأن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، كل شهر كم يوم؟ 30 يوم، وأنا ثلاثة أيام، ثلاثة أيام على عشر قصارا، وأبوك رحم الله وخلص 30 يوم بعدها شهر، فهذا صايم الدهر بأجمع. قال له: أحسنت يا سلمان، أخبرني عن الثالثة. الثالثة هذه قال له: وهي قال له: أنك تقوم الليل عبادة وتهجدا، وأنا أراك نائم. قال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام بطهارة، اللي يتوضأ وينام ما يأخذ من وقتك شيء، من نام بطهارة وكل الله ملكا يشبهه يسبح الله ويقدسه من الليل إلى الفجر، وأجره إلى النائم. واضح حبيب قلبي؟ إذن صيام الدهر وقيام الليل وختم القرآن بأجمعه، هذا من أذكار الله سبحانه وتعالى.